اهلا بيكم، معاكم الدكتور تامر. هنتكلم عن مريض السكر في الطوارئ، وفي الحلقة دي هنتكلم عن ازاي نتعامل مع انخفاض السكر في الاستقبال او الطوارئ. لو مريض سكر جالك الاستقبال او الطوارئ فانت خايف من حاجتين اتنين، يا اما السكر يكون عالي وعامل مشاكل وده هنتكلم عنه في فيديوهات بعد كده، يا اما السكر يكون منخفض وعامل مشاكل وده اللي هنتكلم عنه في الحلقة دي. فانخفاض السكر غالبا ده عيان بيكون عنده سكر في الاساس، خد انسولين بكميه كبيره او خد الجرعه المعتاده بتاعته لكنه ما كلش فحصل انخفاض في السكر بتاعه. كمان ممكن مع الاقراص، لو عيان بياخد اقراص زي سلفونيل يوريا زي مثلا جلايميبرايت ممكن برضه يحصل له انخفاض في السكر، لكن الغالب والاعم واللي احنا بنشوفه في الاستقبال هو العيان اللي بياخد انسولين وما كلش او خد انسولين بجرعه زياده. فالعيان ده بيبدأ يحس بأعراض غالبا لما السكر بتاعه يقل عن 60 ميلي جرام بر ديسيليتر. بتكون الأعراض دي زي الصداع، زي زغللة في العين، زي عرق شديد، تعب، إرهاق، نرفزة وعصبية، إحساس بالجوع، سرعة ضربات القلب، توهان، عدم تركيز. وفي الحالات الشديدة أو الحالات المستمرة اللي ما خدتش علاج ممكن لا قدر الله يحصل تشنجات، يحصل غيبوبة، يحصل خلل دائم في خلايا المخ أو يحصل الوفاة لا قدر الله. وأنا عن نفسي بخاف من انخفاض السكر أكتر من ارتفاع السكر، لأن انخفاض السكر ممكن يؤدي إلى الوفاة في ظرف دقايق أو ساعات قليلة، أما ارتفاع السكر بيبقى فيه وقت شوية إنك تفكر. وعشان كده لازم عيان السكر يكون عارف الأعراض دي كويس وعارف يتصرف إزاي لو حس بالأعراض دي، ما يستناش لما تحصل غيبوبة أو تشنجات. لو بدأ يحس بزغللة وتوهان والحاجات اللي احنا قلنا عليها دي ياخد عصير فورا أو قطعة حلوى فورا، وطبعا لو أمكن وقاس السكر عشان نوثق هذا الكلام يكون أحسن، وطبعا يرجع يتابع الدكتور بتاعه. فلو مريض سكر جالك الاستقبال وبيشتكي من الاعراض دي فانت على طول بتقيس له السكر، وقياس السكر في الاستقبال بقت حاجه مهمه جدا. تقريبا اي عيان انت شاكك فيه من اي اتجاه حتى لو هو ما عندوش سكر قيس له السكر، احنا حتى بقينا نعتبرها كده زي الفيتال ساينز، لازم نقيس له السكر. اي عيان في غيبوبه انت مش مطمن له قيس له السكر على طول. فلو المريض ده جه وانت قيست له السكر طلع اقل من 60 وفي اعراض موجوده فانت بتتعامل معاه ازاي؟ اولا اي بي سي زي اي عيان طوارئ، تشوف الاير واي بتاعه مفتوح ولا لا، محتاج يتركب له تيوب ولا لا، بيتنفس كويس ولا لا، بريثنج بتاعه شغال كويس ولا لا، السيركيوليشن بتاعته والدوره الدمويه شغاله كويس ولا لا، وتركب له كانيولا مباشره. تركيب الكانيولا دي حاجه مهمه جدا في اي عيان طوارئ، ولو شاكك في اي غيبوبه اول ما يدخل الاستقبال لازم الكانيولا تكون راكبه على طول. بعد كده بنشوف العيان بتاعنا فايق ويقدر يبلع ويقدر ياكل ويشرب ولا لا. لو كان فايق ومتعاون ويقدر ياكل ويقدر يشرب نديله عصير او قطعه حلوى فورا، ونتابع معاه السكر باستمرار وننصحه انه ياكل وجبه، ونشوف هل متوقع ان سكره ينزل بعد شويه ولا لا. فلو كان متوقع زي مثلا واحد واخد اقراص ممتده المفعول بتشتغل 24 ساعه، لا ده انا احجزه معايا 24 ساعه عشان لو السكر انخفض تاني اتعامل معاه بسرعه، وطبعا اقيس له السكر باستمرار. اما اذا كان مش فايق في غيبوبه مثلا او في حاله هيجان شديد او في تشنجات وما يقدرش يبلع، في الحاله دي لازم طبعا اعلق له جلوكوز. ممكن ابدا واديله جلوكوز 50% او الدكستروز 50%، اديله من 25 ل 50 سنتي. اختار وريد كبير لان الدكستروز 50% ده بيبقى الريتيتنج، بيعمل الريتيشن او التهاب في الوريد، وعشان كده بعد ما استخدم الجلوكوز او الدكستروز 50% لازم ادي محلول ملح سلاين فلاش بعد الجلوكوز ده عشان ما يحصلش مشاكل في الوريد ويحصل التهابات وممكن يحصل بعد كده ثرومبوزز او جلطات في الوريد بسبب هذا الجلوكوز العالي التركيز. ممكن عشان اتجنب الموضوع ده شويه استخدم تركيزات اقل بكميات اعلى، فممكن ادي مثلا الجلوكوز اللي هو ال 20% ادي منه 125 سنتي، او مثلا جلوكوز 10% احتاج ادي منه 250 سنتي. اما لو العيان ده كان محجوز اصلا لاي سبب تاني في المستشفى ومركب نيزو جاستريك تيوب او انبوبة معدية، في الحالة دي ممكن اديله الجلوكوز ال 50% ده في الانبوبة المعدية وازود عليه نفس الكمية مية. لو الجلوكوز مش موجود لاي سبب او مش قادر اركب اي في او اي سبب تاني موجود ممكن ادي انبول جلوكاجون اللي هو 1 ملي جرام اي ام او سبكتينيوس عضل او تحت الجلد، وممكن بعد ده كله اركب جلوكوز 5% كمينتنانس حاجه كده تحافظ على مستوى السكر شويه.
متوقع ان الراجل ده يبدأ يفوق من 5 لـ10 دقايق، لكن ممكن ما يرجعش الوعي بالكامل غير بعد ساعة كاملة. لكن لو استمر بقى هذا الوضع والراجل ما فاقش مع اني صلحت مستوى الجلوكوز في الدم، ابدأ افكر في الاسباب التانية للغيبوبة غير انخفاض مستوى السكر، زي مثلا الستروك او الجلطات في المخ، او التوكسينز لو واخد سموم او ادوية بكميات كبيرة، او لا قدر الله يكون حصل بيرمننت برين سيل انجري او تلف دائم في المخ بسبب انخفاض السكر اللي حصل لهذه الفترة. وزي ما قلنا بعد العيان ما يفوق يفضل ان انا احجزه لو شاكك ان ممكن السكر ينخفض مرة تانية عند هذا العيان، وادور على الاسباب واشوف ايه اللي خلى العيان يدخل في الهايبوجلايسيميا دي، واظبط جرعاته واظبط النظام الغذائي بتاعه واخليه يعرف امتى يتصرف ويعمل ايه لو حس بالاعراض دي. طيب نفرض ان ده مش مريض سكر اصلا وجه الاستقبال لقينا سكره منخفض وهو ما خدش انسولين ولا خد اقراص لخفض السكر. في الحالة دي بنشك في الاسباب التانية خالص لانخفاض مستوى السكر في الدم، زي مثلا الالكحول انتيك او واحد بيشرب كحوليات، زي مثلا انسولينوما ورم بيطلع انسولين مثلا، او زي الادرينال انسفشنسي، او زي مثلا الجروس هرمون انسفشنسي زي في حالات الهايبوبوتيتريزم، وزي حاجة اسمها انسولين لايك جلوس فاكتور سيكريتينج تيومر، تيومر او ورم بيطلع حاجه اسمها انسولين لايك جروث فاكتور، كمان زي السبسز، وكمان زي الميجر اورجان فيلير زي مثلا الهارت فيلير والرينال فيلير والهيباتيك فيلير، كمان المجاعات والمال نورشمنت، كل ده ممكن يسبب انخفاض مستوى السكر في الدم. فلازم ادور على الاسباب دي واعمل لها فحوصاتها عشان اشوفها موجوده ولا لا واعالجها، لان علاجها بيكون هو علاج الهايبوجلايسيميا بالاضافه الى الجلوكوز طبعا. وفي النهاية أحب أشكركم، اشتركوا في القناة واعمل لايك وشير، شكرا لكم.